أكبر وأول معجم في اللغة العربية هو معجم العين للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي. السؤال مطروح، لماذا سماه بمعجم العين؟ ذاك ثورة لابد من البيان. إلا مقارن الترتيب من ألف باء الألفبائي، ألف باء تاء ثاء، إلا الترتيب أكيو كيحفظن مدن ألفون أكيد غارن دي لكل وكي ترتيب ألفبائي، ولكن الترتيب نظن سميس ترتيب أبجدي. ذا شو مقصود ترتيب أبجدي؟ أبجد هوز حطي كلامون صافص قراشد تقيد شو تعرف ما لكي نفكيد كان ترتيب أدين ما ترتيب ألف باء إذن ألفون باءون تاءون ثاء نكا إلى ترتيب الأبجدي أدين ألف باء جيم دال ها واو يا إلى آخره صافي وقت ترتيب أبجدي مس فهم إلى ترتيب صوتي ترتيب صوتي ترتيب صوتي يجي حسب مخارج الحروف ما ردي نض ألفون سيجدي فل ألفون باءون باءون سجيميا هذا من الشفتان باء ولكن الخليل بن أحمد الفراهيدي إفذس العين أن يكذ الحرف ديفغان سيجي سيدق عين عين الترتيب ينس ترتيب صوتي. طبعا هذه المسألة دقيقة جدا دقيقة جدا سنشير إليها كل مرة نشير إلى بعض المعلومات خطر نحو جاني سنتي مسلاقي لو كنت ورا سمحتي السنضيون ثارو مثل أ بي سي دي أف جي سننت إلا سكان وين زيغ ألف لو قاتي سنن وقيمة سن ألف باء وتسينار الأبجد هوز ترتيب الأبجدي أبجد هوز حطي كلامون صعفص ما الترتيب الصوتي صعب جدا خطر لقاك دياوي الحروف أكند تفغنت أكند ورتبنت أنوي ذا مزور ذعين نغذها فغنت تسقيوث اللازون تسقيوث مقارفنت ميثات زوارثة وقي قوس مهم إلى قوس نظن مهم جدا يكون أشرنا إلى المعجم ما ردي نظم معجم صاروا مثل هذا الديكسيونير صح بس تعرفي غير السمان معجم أي غير السمان معجم معلش المجال مفتوح لكم وني بغا دي جواب دي جواب تفضل لماذا السمان معجم الديكسيونير تعرف ما استقبلت اسمي المعجم ديكسيونير استقبلت اسمي أموال هذا المسفى استعرف أي غير السمان معجم زيد أرنفت اجتهدوا معليش ولو بالخطأ معليش الدغالغ ثورة الكتاب مزور دي فان دي تعرف دي المعاجم للخليل بن أحمد الفراهيدي إن أصل الكلمة عين جيم ميم إنك الحروف هاكي مرمليلنت تفيد الغموض تفيد الإبهام حاجة مبهمة حاجة مبهمة غامضة ودفنرة تطلق عليها هذه الكلمة بدليل البهيمة الحيوان مدام نتقارى أشين العجمة طهورك ذو العصر اسم سنت العجمة طهورك ذو العصر اسم سنت العجمة
أي غلا جماعة خطر سرية يون ميت زال طهور ذا شون تصور سيدي غارة تزر ذا شون تزر ذا يميت زول المغربة في العيشة تزر لذلك الطهور كث العصر يسمي سنتي الفقه الظهران أماكن المغرب العيشة يسمي سنتي العشاءان ويسمي الظهر العصر العجماء أي غل العجماء أخطر غامضة ونزرة شو دي غرا شفو ثس العين جيم لقي الكلام صاحب العين الخليل إنك لذلك سمي المعجم بالمعجم لأنه يزيل الإبهام ويزيل الغموض أذي ليوم بوال عس عسى وفي سنة بدم غامض من المثغر الدكسيونير المعجم أكثي دي السفهم إذن الإفهامني أسفهمني معناه إزالة العجمة إزالة الغموض إزالة الإبهام مسفهم؟ لذلك مدن الشرح ما ثم نضف كلمة عسى عسى ذي القرآن لأنها تفيد المعنيين المتناقضين يخجى إما أقبل نغ أدبار والليل إذا عسى عسى يقولون تسيسين رشو المعنى عسى عسى سوى ما يغلغ المعجم ما يغلغ ثيف بلي المقصود بكلمة عسى عسى إما أدبار نغ أقبال لذلك المعاجم أفدنس الحروف المادة الأصلية للكلمة أثير المادة الأصلية بشد السفغ المعنين يلا لكوشيني قاعدة جلسة أعطر كيف كيف نغال قاعدة جلسة المعنى العام كيف 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 مش كيف كيف ماشي كيف كيف قاعدة تطلق على القائم الذي قعد ما يفديون يقيم الدين قاعدة من قيام إلا يفد اسمي يقيم الدين قاعدة إما إلا يثكى إلا ذي القاع يثكى يكسل من بعد أديس جميمانيس أدين جالسة صافي لقد استخدم ضوال دقم كانيس الدليل في الحديث النبوي الشريف نبي عليه الصلاة والسلام اسمي الله متكئا الميد يوضر الزور قول الزور إنك فجالسة هاي دينا قاعدة خطر كون دينا قاعدة أنفهم باللي لا يفد من بعد يقيم مادام يستخدم كلمة جالسة المعنى يسيثكا أبريس قم ديمانيس فجالس وبعد النبي عليه الصلاة والسلام ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور خطر قول الزور يوار مليح ياس دي سعواذ راوي الحديث الناد إن كلمي قلنا ليته سكت يعني توكيد فلس مليح في غد ينيغ ذي ثعرف والعربية عميقة جداً لذلك الانتطاس يعني المعاجم يتسنادين ديس وعلم الأصول يفنغ في تعرف لذلك ساقي مدن بضغ الحروف إلى قليل السن المعاني نسا